نحكيو لونتام كانت خايبه برشا اليوم. لونتام لي دو زونتام لونتام تاع البريمير ميتون خايبه. بعد بدينا بشويه بشويه ندخل في الماتش كيف كيف. لونتام تاع الدوزيام ميتون كاتاستروفيك ان دوزيام بوت مال اسبيرانس سي تي با ايفيدون باش ترجع 2-0. كاو اش نقول لك سي فريمون معناتها ريالمون ماناش ديسيو برشا من الريزولتا لكن كنا نجمو نعملو مخير. مازلنا عندنا ماتش اخر صعيب اخر في تونس ان شاء الله نحاولوا ناخذوا منه ونروحوا بحاجه في دينا اليابس في لي دو ماتش هذوما لي دو ديبلاسمون صعاب في تونس مع الاسبيرانس ومع الكلوب. واش نقول لك لا بتيت شانس نتاعنا لعبناها افون ما انا با ايتي شانسو كيما قلت لك باش قبلنا خاطر قبلنا لي دو بوت بكري. دونك هاو يفو با بيسي لي بغي فو ترافاي. كوتش مانيش فاني وتعرف خير مني باش نحكي معاك متفرج خروج الغرسلاوي خلينا نفهمو ضرب كره على العارضه في الميتون الاول يعني كنت تفسر لنا خروج ربما تقام في ماتش الكلوب علاش ليه؟ با دي تو معناتها جي جوجي كي نا با في سكيل فالي وكا معناتها ماهيش سيغتومون. ونربط بالتصريح نتاعك الاخر نتاع الجو العام ما يساعدش بديت تخمم بتي تابتي ولا ليه؟ والله مالوريزمون في تونس نحن ديما نخمو انا كما نقولوا نطلوا نشوفوها كان نشوفوا الهلال ثم رمضان ولا ما ثماش. مريان كلير يعني ما نجموش اون با بروغرامي ا مويان تيرم و ا لون تيرم. انا نفي افيك وان شاء الله ديما ناخذوا لي بون ديسيزيون اللي هي باهين للناس الكل. افضل ملاعب في الشوط الاول اليوم يخرج في الشوط الثاني، نفهم تكتيك نتاع كوتش واختيارات لكن ربما من ملعب الجيبسي خسر خالد غرسلاوي في الشوط الثاني. والله لا معناتها احنا جروب واحد نخدموا مع بعضنا نعاونوا بعضنا كاو لعبة ميتون ان شاء الله عندنا ماتش زاد مع الفريق نخمموا فيه. يعني دخلنا الماتش كيما يلزم احنا عندك لونتام دو ماتش ديما يعني ديما يحكي فيه معنا الانترنت. قبلنا بونتو على الاول نفس الحكايه ميتون ثاني يعني دخلنا قبلنا بونتو صعب علينا الماتش كاو عادي. خروجك يعني مش مرتبط باصابه ولا ورقه ولا اكيك شوى المدرب هذيك عادي احنا معناتها 11 يلعبوا ثم جورد باش يدخلوا وكل معناتها عنده الشوا بتاعو باش الناس كل تعاون يعني وكو عادي ماتش عادي عليها شنو المشكل معناتها كي خرجت. ما نفهم كوره خالد ضرب كوره على العارضه خالد كور مليح في الشوط الاول يعني ذيك علاش لقيناه برا بعد في الشوط الثاني. والله ايش باش نقول لك ذيك الكوره عادي شنو المشكل. يوم هو شايف معناها يوم خاطر تو نخمموا في ماتش اخرين كيما عندنا خاطر احنا شوف نلعبوا 4-1 ثم ريتم تاع ماتشات فهمت. معناتها عندنا ماتش الكليب نحضروه زاد ما ننساوش معناتها نلعبوا ماتش الماتش الترجي كل في الكل وننساو ماتشات الاخرين. كي قبلنا احنا بونتو ثاني زاد صعوبه اللعب علينا كهو عادي. معاك في اللي تحبه أورانج.